صباح النسيم بعطر الهدى وشوق النعيم وقاطر الندى. سلام عليكم، عليكم سلام، سلام عليكم، عليكم سلام. السلام عليكم مشاهدينا الأفاضل، وصباح العزة والكرامة، صباح النضال والكفاح كنضال إخواننا في فلسطين الحبيبة، المقاومين والمرابطين والمجاهدين الصابرين في هذه الأرض المقدسة. ويبقى أكيد الشعب الفلسطيني يقدم للأمة الإسلامية وللعرب وللعالم بأسره درسا عظيما في الإيمان، درسا عظيما في تمسكه بالأرض، درسا عظيما في إصراره على الانتصار، ودرسا عظيما كذلك في الدفاع عن المقدسات الإسلامية نيابة عن الأمة الإسلامية. إذا مشاهدينا الأفاضل، أكيد ما يجري في الساحة الفلسطينية وما يقدم عليه الكيان والعدو الصهيوني من حرب إبادية وحشية وهمجية على الأطفال وعلى النساء وعلى العزل من الشيوخ يدل على أن ساعة ونهاية الصهاينة قد دنت، وهذا ما تفطن وتنبأ وهذا ما تنبأ له كذلك الشيخ محمد البشير الإبراهيمي لما قال إن غرس صهيون في فلسطين لن ينبت، وإذا نبت فلن يثبت. فلك العزة ولك المجد ولك النصر ولك القوة ولك التاريخ يا فلسطين. وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين مشاهدينا الأفاضل، ولأن القدس أكيد الدفاع عنها واجب الأمة وشرف كذلك الأمة، فعلينا جميعا كجزائريين إعانة وإغاثة إخواننا في فلسطين الحبيبة، وعلينا كأحفاد الأميرة عبد القادر وكأحفاد لالة فاطمة سومر وكأبناء مصطفى بن بولعيد وزيغود يوسف وغيرهم أن نساهم كذلك في تحرير القدس الشريف وفي تحرير المسجد الأقصى بالدعاء. علينا أن نجتهد في الدعاء لإخواننا الفلسطينيين بالنصر. نطلب من هذا المنبر، من منبر قناة القرآن الكريم، من آبائنا، من أمهاتنا، من أبنائنا، من حفظة وطلبة القرآن الكريم، من مشايخ الزوايا، من أئمة الجزائر، ومن كل إنسان جزائري أن يكثف وأن يجتهد في الدعاء لإخواننا الفلسطينيين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم القوة والنصر والثبات، وأن يكون لهم ناصرا ومعينا. عيني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم أمين يا رب العالمين. صباح الخير عليكم مشاهدينا الأفاضل، وبمناسبة الطبعة 18 لليوم الوطني للتبرع بالدم، والذي يوافق ويصادف 25 من الشهر الجاري، والذي يأتي هذا العام تحت شعار التبرع بالدم عمل للتضامن وجسر للأخوة، سنستقبل مشاهدينا الأفاضل ممثل عن الوكالة الوطنية للتبرع بالدم للحديث دائما عن البرنامج التضامن والتحسيس المواكب لهذه التظاهرة. كذلك مشاهدينا الأفاضل، سيكون لنا حديث عن الجرائم وإرهاب الطرقات، سنتحدث بحول الله عن العوامل والأسباب المؤدية لحوادث المرور والمؤدية كذلك إلى ارتفاع حصيلة كبيرة في عدد الوفيات، هذه الحوادث التي أودت بحياة الكثيرين. دائما سنتحدث عن هذا الموضوع حتى نكتسب معا ثقافة مرورية مجتمعية تحد من هذه الجرائم، جرائم الطرقات. كذلك مشاهدينا الأفاضل، أطلقت العديد من الجمعيات الخيرية والناشطة في العمل الإغاثي حملتها التضامنية دائما لإغاثة وإعانة إخواننا في فلسطين الحبيبة. بحول الله سنستقبل كذلك واحدة من الجمعيات الجزائرية الناشطة في العمل الخيري للحديث عن هذا الموضوع، ولكل
لكل امرأة ولكل كذلك فتاة تود أن تكون عظيمة، عظيمة بأخلاقها، عظيمة بدينها، عظيمة بثقافتها، وعظيمة بمشاركاتها في شتى المجالات. الأستاذ محمد عبد النور بهياني يحدثكم عن أمنا عائشة. سلام عليكم، عليكم سلام. أستاذي الكريم محمد عبد النور بهياني، أهلا وسهلا بك، مرحبا. وبك أهلا وسهلا أستاذة فاطمة، وأهلا وسهلا بمشاهدي قناة القرآن الكريم ومحبيها، نقول لهم سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، سلام تهديه غدو إلى رواحي، سلام آناء الليل وأطراف النهار، سلام عطره محبة وعبقه أخوة وأريجه، اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم أمين يا رب العالمين. أستاذ الكريم، عندما نتحدث عن السيدة عائشة، عندما نتحدث عن أمهات المؤمنين، كذلك نتحدث عن النساء المرابطات المجاهدات في فلسطين الحبيبة، أمهات الرجال، أمهات الشهداء واللواتي، اقتدينا كذلك بعائشة وبأمهات المؤمنين. نعم أستاذة فاطمة، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيد الخلق أجمعين محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. فحين نتحدث نحن عن الصحابيات الجليلات أو عن الصحابة في عمومهم، من كاتفوا النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وحققوا لنا هذا النصر الذي بلوغ الدعوة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها وشمالها وجنوبها، فإننا نود كذلك أن نربط أنفسنا وربط أبناءنا وبناتنا وأمهاتنا كذلك مع هؤلاء الرجال وهاته النساء التي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لنا القدوة كذلك في هاته النساء وهؤلاء الرجال الذين يقفون في بيت المقدس محافظين على الأمانة التي استؤمنوا عليها. فيعني هاته النساء لولا اقتداؤهن بالصحابيات الجليلات ومن ثم إيمانهن بالله جل وعلا وبأن هذا العمل فيه أجر وثواب ومغفرة، بل هو واجب على كل مسلم دائما أن يحمي أرضه وأن يحمي عرضه وأن يحمي دينه، فهؤلاء قد اصطفاهم الله جل وعلا سواء كانوا رجالا أو نساء في هذه الأرض الطاهرة، في هذه المكان اللي أسرى به النبي أو أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إليه وعرج منه من هذا المكان إلى السماء العليا، فنجد بأن هذا المكان له ميزة وله أثر في ديننا. فالصراع اليوم ليس هو صراع أرض فقط، بل هو صراع عقيدة وصراع بين الحق والباطل وصراع بين الكفر والإيمان، ووجب على كل مؤمن أن يضع بصمته في هذه القضية على الأقل كما ذكرت في البداية الدعاء، والدعاء كذلك يعني شيء جميل ورائع وراقي، لكن في نفس الوقت لابد من العمل كما وجدنا أباءنا وأجدادنا. وأبو الجزائر يعني تضرب أسمى مثال في دعم القضية بالمال وبكل ما يدعم به الجهاد في سبيل الله واستجاع الأرض الطاهرة. نعم مهم جدا. كذلك أستاذي الكريم، أكيد عندما نتحدث عن اليوم عن السيدة عائشة، أكيد هي معلمة، هي المعلمة الأولى في الإسلام. عندما نتحدث عن فئة النساء فقد تخرج على يديها العديد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت ذكية وكانت كذلك سريعة التعلم، لذلك استوعبت العديد من الأحاديث النبوية الشريفة. نعم، أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها هي ميزة أو مميزة أو من خصائصها أنها كانت من السبعة الذين أخذوا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخذت منه 2210 حديث، فهي امرأة مميزة بحق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلها ويحبها، وكان كل الناس يعرفون بأن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها ليست هي أحب النساء فقط بل هي أحب النساء. فعندما سأله عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه من أحب الناس إليك يا رسول الله، قال عائش، قال من الرجال، قال أبو عائشة رضي الله عنها ورضي الله عنهما وأرضاهما. فهذه المرأة
التي يعني تربت في بيت سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، والتي بعد ذلك أكملت تربيتها في بيت النبوة في بيت المصطفى عليه الصلاة والسلام، فهي مميزة بحق، فهي المرأة الصابرة، وهي المرأة المجاهدة، وهي المرأة المعلمة، وهي المرأة المتصدقة. كل بصمة عندما نتكلم عن أي جانب من جوانب الخير إلا ونجد أن لأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها فيه أو لها فيه بصمة راقية ورائعة. حتى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه يقول: ما رأيت يعني نموذجين في الصداقة مثل أمه أسماء رضي الله عنها وأرضاها وخالته عائشة. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تجمع الشيء إلى الشيء وتتصدق به على الفقراء والمساكين، أما أسماء فكانت لا تترك شيئا إلى الغد، أو العكس، أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها فكانت لا تترك شيئا إلى الغد، أما أسماء رضي الله عنها وأرضاها فكانت تجمع الشيء إلى الشيء وتتصدق به على الفقراء والمساكين. أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما نتكلم عن المواظبة على الخير أو المواظبة على الصلاة وعلى الطاعة، في مرة من المرات تخلفت عن صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة كما يعلم المشاهدون والمشاهدات بأنها ليست واجبة على المرأة، إذ فقط لا تمنع إماء الله بيوت الله وبيوتهن خير لهن. أمنا عائشة تخلفت عن صلاة الجمعة فتصدقت بمال كثير أو تصدقت بقطعة أرض كانت تمتلكها، فكانت دائما تساهم في الخير وكانت تعمل جاهدة من أجل أن تكون لها بصمة الخير في هذه الحياة الدنيا. نعم، مهم جدا. كذلك أستاذي الكريم، لأن أمهات المؤمنين عشنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأكيد هي قدوة ليست فقط للنساء وإنما حتى الرجال. وأنا كنت شاركت أو يعني عند حضوري لإحدى الملتقيات الوطنية أحد المحاضرين والمتدخلين في هذا الملتقى خاطب أحد المشاركين في الملتقى، قال له: كن امرأك عائشة. نعم، أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما نتكلم عنها نتكلم في البداية عن فضل الصحابة رضوان الله عليهم، وعن فضل أمهات المؤمنين. الله سبحانه وتبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم: وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم وأولى ببعض. فلا يكمل إيماننا إلا إذا جعلنا هذه النسوة التي كانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعني اعتقدنا بأنهم أمهات لنا، وجب علينا أن نترضى عليهن، ووجب علينا أن نحبهن، ووجب علينا كذلك ألا نتكلم فيهن ما يسيء إليهن. فإذا الإنسان وجد في نفسه شيء من هذا فعليه أن يصحح توبته ويصحح إيمانه. عندما قال له: كن امرأة كعائشة رضي الله عنها وأرضاها، فيقصد بهذا الأمر أنها كانت صاحبة همة، وكانت صاحبة عزيمة، وكانت قوية، وكانت منافحة عن دين الإسلام. عندما نقول كن كعائشة رضي الله عنها، كن عنها مثل منافحتها عن هذا الدين، مثلما كانت في الصدقة، مثلما كانت في كثير من الأشياء التي يعني يتميز بها المؤمن على غيره. فأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها لا يجب أن يقتدي بها النساء فقط، بل النساء والرجال، لكن على وجه الخصوص النساء فنجد أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها هاته ثالث زوجات المصطفى عليه الصلاة والسلام، والتي كان بينه وبينها فارق سن كبير، لكن كانت بينهما مودة ومحبة وعشرة، وأخذت منه الشيء أو العلم الكثير. كما ذكرنا في البداية روت عنه 2210 حديث، وكانت حتى نجد في أحاديثها تروي خصوصيات المصطفى عليه الصلاة والسلام، أو في بيته نجد الكثير من أحكام الأسرة أخذت عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. لذلك الداعية لله سبحانه تبارك وتعالى فحياته لا يقول هذه حياة خاصة وهذه عامة، فعليه أن يتقي الله عز وجل في أي مكان حل فيه، سواء في بيته أو في عمله أو في تجارته أو في سفره. لابد دائما للداعية أو الداعية لله سبحانه وتبارك وتعالى دائما يستشعر رقابة الله سبحانه وتبارك وتعالى، فهو القدوة الذي يقتدى به. فالداعية لله سبحانه وتبارك وتعالى ما يقولش هذه حياة خاصة ويعني يؤمن ساعة ويكفر ساعة، وإنما دائما يكون مؤمنا بالله سبحانه وتبارك وتعالى في كل حل وارتحال. أمنا عائشة أستاذة فاطمة، نعم، هذه اللي عندها خصائص ليس عند زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الأخريات،
هي التي نزل عليها القرآن وهي في لحاف مع المصطفى عليه الصلاة والسلام، هي التي كانت كذلك كانت لها يومين مع النبي أو ليلتين مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ تنازلت أمنا سودة عن ليلتها للنبي عليه الصلاة والسلام. هذه التي كانت كذلك تغار كثيرا حتى من أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها التي كانت قد ماتت، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها، وعندما قالت له لقد أبدلك الله خيرا منها قال كلا والله، فنبينا عليه الصلاة والسلام كان يعدل بين زوجاته فيما يستطيع، حتى هو القائل هذا قسمي فيما أملك، يعني في الأمور المادية وفي أمور يعني يستطيع أن يقسم، لكن تبقى أمور القلب وأمور المحبة، فهذه يعني تبقى المهم الإنسان أو الزوج عليه ألا يظهر الميول إلى واحدة دون الأخرى، وفي نفس الوقت من كانت زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة فعليها كذلك أن ترضى حتى تسهل الحياة وتسهل العشرة، ومن ثم الرسالة، لأنه دائما الزواج يبتغى به إنشاء الولد الصالح الذي ينفع نفسه وينفع أمته وكذلك ينفع وطنه، كما نجد ونحن نتحدث عن فلسطين نجد الأبناء الصالحين أو الرجال الصالحين صحيح. وحتى النساء الصالحات نعم. عندما يعني كانوا صالحات وكانوا قانتات وكانوا طاهرات كذلك أردنا أن ينافحنا عن الأرض وعن العرض وعن بيضة من بياض المسلمين. وكذلك عندما نتحدث عن جهاد المرأة الفلسطينية وصبرها في هذه الأرض المقدسة، نتحدث كذلك عن جهاد السيدة عائشة إلى جانب أمهات والمؤمنين وإلى جانب كذلك نساء المسلمين في يوم أحد هكذا. نعم. كذلك أستاذي الكريم الإسلام قدم صورة رائعة ومميزة عن المرأة، وكانت نعم. كذلك عائشة رضي الله عنها مثالا لريادة المرأة في التاريخ الإسلامي وحتى ولازالت في عصرنا هذا. وبالتالي اليوم عندما نتحدث عن الصحابيات الجليلات نتحدث كذلك عن المتعلمات عن اللواتي حققنا بصمات في شتى المجالات، وبالتالي اليوم على كل فتاة على كل بنت على كل صبية كذلك أن تقتدي بأمهات المسلمين حتى كذلك لكل من تريد أن تنجح في أي مجال في التربية في العلم وفي أي يعني مشروع عليها كذلك أن تعود إلى سيرة ومسيرة الصحابيات الجليلات وأمهات المؤمنين. نعم، الأم مدرسة إن أعددتها أعددت نشأ طيب الأحراق، فحينما نربي البنت على الاقتداء بمثل الصحابيات الجليلات أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أو فاطمة أو غيرهن من الصحابيات رضوان الله عليهم، لنا نماذج كنا في بداية أو في الرعيل الأول الذي عايش النبي صلى الله عليه وسلم، ولنا كذلك في عصرنا نجد في بلدنا كذلك ونحن على أبواب شهر نوفمبر وكذلك أحداث ديسمبر وذكريات عزيزة على بلدنا وعلى جزائرنا، نجد كذلك أمنا فاطمة بن سومر كذلك رحمة الله عليها كذلك التي كانت حافظة للقرآن الكريم والتي كانت ابنة مدرسة قرآنية وابنة إمام وأخت إمام كذلك كانت منافحة عن هذا الوطن، فحينما نبني المرأة ونعلمها ونوجهها ونربطها بالصحابيات رضوان الله عليهم، فمن غير المعقول ألا يعرف المؤمن منا تاريخ الصحابة رضوان الله عليهم، يعرف أسماءهم يعرف ألقابهم يعرف أبناءهم، فحينما يعني نربي أبنائنا ويعرفوا هؤلاء الأمجاد الذين عايشوا أو عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونافحوا عن الدين وكذلك نصروا المصطفى عليه الصلاة والسلام، فحينما يعرفهم الإنسان أكيد سيقتدي بهم. أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها كأن مرات الإنسان حتى الاسم احنا نشوفه في كثير من المرات نقول فخامة الاسم تكفي، فعندما نقول عائشة من عاشة وتعني حب الحياة وتعني السكينة والاستقرار إلى غير ذلك، حتى الاسم له مدلول أستاذة فاطمة صحيح. فحينما نسمي أبنائنا وبناتنا برجال كانوا مع المصطفى عليه الصلاة والسلام أكيد بأن
الشخص سيزداد إيجابية ويزداد حتى صحيح. يعني ثقة بالنفس عكس الأسامي التي لا معنى لها، فربما صاحبها لا يرضى بها وربما تكون هي سبب في تثبيطه وربما قد سبب في عدم نجاحه في حياته. فعلينا منذ البداية أن نختار لأبنائنا وبناتنا الأسماء التي تليق بهم، وحتى يعني في حياتهم اليومية وفي عندما يكبرون يجدون بأن هذه الأسماء لها عزة ولها مكانة ولها مدلول. نعم مهم جدا. كذلك أستاذي الكريم، اليوم حتى يعني أمام ارتفاع نسبة الطلاق وقضايا الخلع والمشاكل الزوجية، يمكن أن نقول كذلك على الأزواج، على الرجال والنساء، أن يعودوا وأن يستثمروا كذلك في العلاقة الزوجية بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبين عائشة. شكرا جزيلا لك سيدي الكريم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ويرزق كل الفتيات وكل النساء حسن الاقتداء بأن سيدة عائشة وبكل أمهات المسلمين. آمين رب. شكرا جزيلا لك ويومك سعيد. شكرا جزيلا. مشاهدينا الأفاضل نتابع نظرة النعيم مع الأستاذ عيسى بوخدوني ثم نعود. السلام عليكم ورحمة الله. أيها السادة المشاهدين والمشاهدات، تحية طيبة لكم جميعا. نحاول إن شاء الله تعالى أن نتكلم في موضوع مهم. قد يعاني المسلم في حياته من الحزن والمشقة والشقاء وهذه البلايا والرزايا والمصائب، فهل هناك دار الراحة ودار الاستقرار؟ نعم، إنها الجنة، جنة المأوى، جنة الخلد، جنة النعيم المقيم، دار السلام. الله تبارك وتعالى يرغب عباده إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال الله تعالى في آيات كثيرة وهو يصف جنته التي صنعها بيده، قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الجنة التي أخفاها الله تبارك وتعالى عباده وهو يصفها، فقال هي ما لا عين رأت، لم ترى نعيما مثلها قط هذه العيون، كذلك لم تسمع الآذان بنعيم الجنة قط، ولم يخطر على قلب بشر أبدا مثل هذا النعيم. هذا النعيم الجنة التي قال الله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. إذا كان عرضها السماوات والأرض فكيف يكون طولها؟ إذا تعالوا بنا في نزور في بستانها ونسيح في بستانها، بستان الجنة، لنتعرف على نعيمها وقصورها ومنازلها وخيامها وأشجارها ولباس أهل الجنة وكل ما يصفه الله تبارك وتعالى في هذه الجنة دار المقام. أولا تبدأ رحلة المسلم في هذه الحياة في قبره، فكل مسلم في قبره إلا ويفتح له باب في قبره على يمينه فيرى مقعده في الجنة، ويفتح عن شماله فيرى مقعده في النار، فيقول له الملك هذا مقعدك إن عصيت، ألا وإنك كنت من أهل النعيم فمقامك على اليمين، فينظر فيرى مقعده في الجنة. هنا تبدأ رحلة المسلم في هذه الحياة إلى جنة النعيم. والجنة ثلاثة مراحل، جنة في القلب، وجنة في القبر، والجنة الحقيقية يوم القيامة. هذه الجنة في الحقيقة هي سكنان الأولى التي كان يسكنها أبونا آدم عليه السلام وحواء أمنا، فكانوا في الجنة فعصى آدم الله تبارك وتعالى فأكل من الشجرة، فقال الله تعالى اهبطوا منها جميعا. إذن سكنان الحقيقية ليست هذه الدنيا، إنما هي الجنة. هذه الدنيا مرحلة نعيش فيها وهي دار البلاء ودار الشقاء، أما الدار الحقيقية ودار النعيم هي جنة الرضوان، جنة أعدها الله تعالى لعباده الصابرين، أعدها الله تعالى لعباده الأتقياء، أعدها الله تعالى لعباده الذين وجدوا الويلات والمصائب والأحزان في هذه الحياة، فجعل لهم جنة يرتحلون إليها ليرتحون، وجنة فيها النعيم المقيم الذي لم ترى عين قط مثلها. إذن الجنة
ما هي الجنة وما هي أسماؤها ولماذا سميت الجنة جنة؟ فالجنة مأخوذة من الستر والخفاء، فيقال للجنين جنينا لأنه استتر في بطن أمه، ويقال للجن جنا لأنه استتر عن أعين الناس، ويقال للمجن هذا الذي يحمله المحارب مجنا لأنه يستر الوجه، ويقال للمجنون كذلك مجنونا لأنه استتر عقله عن الوعي، ويقال للجنة جنة إذا كانت فيها البساتين الكثيرة والأشجار الكثيرة، فيقال للبستان جنة كذلك. إذن الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة لا نستطيع وصفها ولا نستطيع إحصاءها، فهي جنة أعدها الله تعالى لعباده المتقين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تعالوا بنا أيها السادة المشاهدين والمشاهدات لنرى كيف يرغبنا الله تعالى إلى هذه الجنة. هذه الجنة ما طعمها؟ ما أنهارها؟ ما أشجارها؟ إنها الجنة التي صنعها الله تعالى بيده. الجنة لها أسماء كثيرة في القرآن، فسماها الله تبارك وتعالى بجنة الخلد، أي الجنة التي يخلد فيها الناس فلا يموتون أبدا، وسماها الله تبارك وتعالى بدار السلام، فهي دار السلام، والله تبارك وتعالى من أسمائه السلام، فهي سالمة من العاهات والأمراض والأسقام وكل ما يخطر على الإنسان من الخوف والحزن، فهي سلام إلى يوم القيامة. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأفاضل من جديد، ومرحبا بكم إلى هذه المساحة المخصصة للحديث عن الشأن الصحي، وبمناسبة الطبعة 18 لليوم المخصص واليوم الوطني للتبرع بالدم الذي يوافق ويصادف 25 من شهر أكتوبر من كل عام، سنستقبل بحول الله ممثل عن الوكالة الوطنية للدم للحديث دائما عن البرنامج المسطر والمواكب لهذه التظاهرة وما مدى ثقافة المواطن الجزائري للعملية التضامنية المتعلقة بالتبرع بالدم. ابقوا معنا. سلام عليكم، عليكم سلام. باسمكم جميعا المشاهدين الأفاضل أرحب بالدكتور أكرور محمد فيصل مدير الإحصاء والتقييم بالوكالة الوطنية للدم. أهلا وسهلا بك سيدي الكريم. مرحبا. مرحبا، شكرا. اهلا وسهلا بك في استوديو قناه القران الكريم. شكرا. مرحبا بك استاذي الكريم. بدايه اكيد نتحدث عن تخصيص والهدف من تخصيص هذا اليوم الوطني للتبرع بالدم واهميته كذلك في تعزيز التضامن الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. شكرا على الاستضافه. لا شكرا على واجب. يمثل هذا اليوم تاريخ تأسيس الفيدرالية الجزائرية للمتبرعين بالدم، وهو تحت رعاية وزير الصحة، وتحت شعار هذه السنة التبرع بالدم عمل تضامني وجسر للأخوة، حيث نغتنم هذه الفرصة لتحسيس الرأي العام للعمل التضامني الوطني وتشجيع أكبر عدد من المواطنين للتبرع بالدم، ومن جهة أخرى أن نشيد إشادة حارة لكل المتبرعين المتطوعين للدم. هي فرصة لهم. نعم. كذلك. نعم. مهم جدا. كذلك أستاذ الكريم، عندما نتحدث عن البرنامج المسطر لدى الوكالة الوطنية للدم والمخصص لسنة 2023. نعم، نظمت الوكالة الوطنية للدم بمناسبة هذا اليوم الوطني للمتبرعين بالدم حملات تحسيسية وحملات تبرع بالدم مع شركائها، منهم وزارة شؤون دينية والأوقاف، المديرية العامة للأمن الوطني، شركات عمومية وخاصة، وجمعيات خيرية أهمها الفيدرالية الجزائرية للمتبرعين بالدم، وذلك عبر التراب الوطني. نعم، مهم جدا. كذلك أستاذ الكريم، ما هو كيف تقيمون واقع تبرع المواطن الجزائري بالدم وبهذه المادة الحيوية؟
أكيد إن عملية التبرع بالدم لها أهمية وتكتسي أهمية قصوى في مجال الرعاية الصحية العامة، كما تساهم في تقوية الروابط الاجتماعية وبناء مجتمع داهم. ويجدر بالذكر أن كل المتبرعين على المستوى الوطني دائما يلبون نداء التبرع بالدم، متسمون بروح الأخوة والكرم، الشيء الذي هو معروف عند الجزائريين والذي يسمح بإنقاذ حياة المرضى وتزويد البنوك بهذا السائل الحيوي. نعم، كذلك أستاذي الكريم، هل فيه نشاطات تحسيسية وتوعوية دائما لتذكير الجزائريين بأهمية التبرع بالدم؟ ومن خلال هذه النشاطات كذلك هل فيه جلسات لما لا تكريمية تكرمون من خلالها المتبرعين بصفة دورية وبصفة منتظمة؟ تكتسي عملية ترسيخ ثقافة التبرع بالدم أهمية بالغة، لذلك تقوم الوكالة الوطنية للدم بتنسيق مع جمعيات خيرية بحملات تحسيسية، كما أنها قامت مع وزارة شؤون دينية عبر المساجد بخطب تحسيسية، وكما أنه تم إدراج درس حول التبرع للدم للتلاميذ في جميع الأطوار الذين يعتبرون سفراء المستقبل لهذه المهمة النبيلة. كما يجدر بالذكر أن وسائل الإعلام تلعب دور محوري في هذا المجال، وأود أن أقول في هذا المجال واستنادا لقوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، تعتبر عملية التبرع بالدم صدقة جارية لصاحبها. طيب، كذلك أستاذي الكريم، هل يمكن أن نقول أنه من خلال هذا العمل التضامني قد سمح أو قد يسمح في تحقيق احتياجات المرضى فيما يتعلق بتوفير هذه المادة الحيوية؟ لحد الساعة يمكن أن نقول هناك اكتفاء في مجال الدم بالنسبة لاحتياجات الوطنية للدم، لكن هناك نقطتين يجب التطرق إليهما. أولا، مدة صلاحية أكياس الدم التي هي محدودة، فمثلا الصفائح الدموية مدة صلاحيتها هي 5 أيام، أما بالنسبة للكريات الحمراء فهي 42 يوم، لذلك يجب تجديد وتزويد بنوك الدم بهذا السائل. أما النقطة الثانية فهي زيادة عدد المرضى الذين هم بحاجة لهذا لعملية حقن الدم. نذكر على سبيل المثال مرضى مصالح الاستعجالات كحوادث المرور، النساء الحوامل، النساء المرضى الذين هم في مصالح طب النساء، مرضى طب الأطفال، ومرضى مصالح أمراض الدم الذين يعانون مثلا مثل أمراض فقر الدم مثل دغيبانوسيتوز بيتا تلاسيمي، الذين هم بحاجة مستمرة ودائمة لعملية حقن الدم. ولذلك يتوجب علينا المثابرة والمداومة في عملية التحسيس وعمليات التبرع بالدم لتوفير هذا السائل لفائدة المرضى. مهم جدا. كذلك أستاذي الكريم، هناك اليوم العديد من الدراسات العلمية، هناك دراسة كذلك تؤكد بأن التبرع بالدم على نحو منتظم وبشكل دوري يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وبالسكتات كذلك الدماغية وتكوين الجلطات الدموية الحديثة، حيث أن التبرع بالدم يحفز الجسم لإنتاج خلايا دم جديدة تعمل بأكثر صحة وبأكثر كفاءة. وبالتالي هل فيها ربما نعود للحديث عن النشاطات، هل فيه كذلك نشاطات تساهمون من خلالها بتوعية وبتثقيف المواطن الجزائري في هذا المجال، في المجال الصحي؟ كذلك حتى اليوم يعني التبرع والعطاء يساهم حتى في تحقيق راحة نفسية. نعم، هكذا. نعم. هناك عمل مكثف تقوم به الوكالة الوطنية للدم مع جمعيات خيرية عبر التراب الوطني، حيث تقوم بعمليات تحسيسية في شركات عمومية وخاصة
مدارس وعدة أماكن عمومية، وهذا لتحفيز المواطنين من أجل التبرع بالدم. نعم مهم جدا، حتى العمل اليوم الخيري يعني التبرع بالدم هو عمل تطوعي، نعم، وكذلك عمل جليل ونبيل، نعم، ويساهم في إنقاذ العديد من الأرواح، نعم، وبالتالي لهذا ننصح كل المواطنين الجزائريين، لكل من يتمتع بصحة جيدة من عمر 18 سنة حتى 65 سنة، نعم، صديق، أن يكونوا ما هي الشروط؟ مهم جدا نتحدث عن الشروط التي ينبغي أن تتوفر في صحة المتبرع. أود أن أقول من هذا المنبر لكل المواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 سنة و 65 سنة، وأن يكونوا يتمتعوا بصحة جيدة. صحة جيدة يعني 100% هكذا؟ صحة جيدة. هناك أمر الذي لا يعرفه الكثير من المواطنين، أنه قبل عملية التبرع بالدم هناك عملية ومرحلة فحص من عند الطبيب، ولذلك بعد الفحص عند الطبيب، الطبيب هو الذي يقول أن هذا الشخص قابل للتبرع أم غير قابل. عندما عندك فكرة توصل؟ نعم، كذلك أنت قلت لك أستاذي الكريم الطبيب هو الذي يقرر الشخص القابل للتبرع بالدم والشخص غير القابل، يعني صحته لا تؤهله للتبرع بالدم. إذن أستاذي الكريم ربما ما هي الحالات الصحية التي من خلالها يمكن للشخص أن يتبرع بالدم، وما هي الحالات الصحية الأخرى التي لا يمكن للإنسان ربما مريض أو هل أصحاب مثلا أصحاب الأمراض المزمنة هم الذين لا يمكنهم فقط التبرع بالدم، أم هناك ربما أمراض أخرى، وهل هناك كذلك من الأمراض ربما الخفيفة التي لا تشكل خطرا على المتبرع؟ يجب أن يعلم أن المواطن أن ما يهم قبل كل شيء هو صحة المتبرع، فلا يمكن أن نعرض المتبرع لخطر عبر عملية التبرع بالدم، لذلك يستوجب عملية فحص من عند الطبيب. فلفئة الأمراض المزمنة لا يمكن أن يستلزم عليهم عملية التبرع بالدم. وعندما نتحدث عن الأمراض المزمنة نتحدث عن السكري، عن الضغط، الضغط الدموي، أمراض السرطان، أمراض الربو. هناك حالات يراها الطبيب عند الفحص أن هذا المواطن أو هذا يقدر أن يستطيع التبرع. نعم جيد. كذلك أستاذي الكريم اليوم عندما نتحدث عن اليوم الوطني للتبرع الدم، هو كذلك فرصة لتذكير المواطنين، فرصة كذلك حتى نؤكد أهمية المشاركة في الأعمال التطوعية. الأعمال التطوعية كذلك لديها جمعيات ولديها أفراد، وكذلك التبرع بالدم هو كذلك ربما فعل نبيل ويساهم كذلك كما ذكرت أنت قبل قليل في إنقاذ العديد من أرواح، خصوصا اليوم نشاهد حوادث المرور، كذلك فيه بعض الأمراض مرض فقر الدم وغيرها من الحالات التي تحتاج إلى كمية قليلة من دمنا. وبالتالي أكيد هذا اليوم الوطني للتبرع بالدم نؤكد ونذكر ونرسخ كذلك لدى المواطن ثقافة التبرع بهذه المادة الحيوية. نعم، هو مناسبة لتذكير المواطن أن هناك فئة من المجتمع هم بحاجة مستمرة ودائمة لعملية حقن الدم، ولا يوجد إلى حد الآن أي دواء يمكن أن يعوض الدم، فلهذا المصدر الوحيد الذي يبقى لهذا السائل الحيوي هو المتبرعين للدم. نعم، كذلك هذا المواطن دكتور، المواطن الذي يرغب في التبرع بالدم يعني أين يتوجه؟ هل يتجه مثلا إلى مصالح مخصصة أو إلى المستشفى هكذا؟ هناك عدة مراكز حقن الدم،
حيث في سنة 2023 يوجد 253 مركز حقن الدم عبر التراب الوطني، كما يوجد نقاط تبرع بالدم متنقلة يمكن أيضا للمواطنين التوجه إليها والتبرع بدمهم. نعم، أيضا أستاذ الكريم أهمية مرافقة كذلك المواطنين الجزائريين حتى في موقع التواصل الاجتماعي، وكل مرة أنا ألتقي يعني بمنشورات عن مرضى في مختلف المستشفيات الوطنية يحتاجون إلى الدم، وبالتالي كذلك يمكن كذلك التبليغ عن المرضى وعن المحتاجين وعن كل مريض عبر هذه المواقع. نعم، وسائل التواصل الاجتماعي تسهل عملية التنسيق. نعم. وعملية التنسيق في مجال التبرع بالدم. كما أنه لحد الآن كما قلت قبل قليل هناك اكتفاء بناحية مجال احتياجات الدم على المستوى الوطني. فهناك النقطتين الوحيدتين هو يجب الاستمرارية والمداومة في عملية التبرع بالدم، لأن الاحتياجات في تزايد مستمر، لذلك العمل التحسيسي والعمل تبرع بالدم يجب المواصلة فيه والمتابرة فيه. نعم، كذلك أستاذ الكريم هؤلاء الأشخاص المتبرعين بالدم بشكل مستمر بشكل دوري وبشكل منتظم يعني عبر مختلف الفترات على مدار العام، علينا كذلك أستاذ الكريم أن نساهم في أنتم كوكالة خاصة يعني وكالة للتبرع بالدم أو وكالة الوطنية للدم، أكيد من تساهمون في تقريب هؤلاء أو تقدمونهم كنماذج للمواطنين الجزائريين يعني يتبرعون بالدم بشكل دوري لكنهم كذلك يتمتعون بصحة جيدة. نعم، الوكالة الوطنية للدم في كل سنة تكرم المتبرعين بالدم الذين هم يلبون هذا النداء، وذلك من خلال تكريمات على مستوى التراب الوطني. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ الكريم الدكتور أكرور محمد فيصل مدير الإحصاء والتقييم بالوكالة الوطنية للدم. عندك كلمة ختامية؟ آخر كلام أود أن أقول نداء لكل أجدد النداء لكل المواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 سنة و 65 سنة أن يتقدموا إلى مراكز حقن الدم ونقاط التبرع بالدم للتبرع بدمهم، حيث يوجد العديد من المرضى بحاجة ماسة لهذا السائل. نعم. الحيوي. شكرا جزيلا لك. شكرا على حضورك معنا في استوديو قناة القرآن الكريم ويومك سعيد. شكرا. مشاهدينا الأفاضل، أصبحت حوادث المرور مصدر قلق لكافة يعني المجتمع الجزائري على غرار أكيد المجتمعات الأخرى العربية والعالمية، فهي أكيد تعد سبب من أسباب استنزاف الموارد البشرية والموارد المادية وكذلك الاقتصادية، وأيضا كذلك سبب من أسباب المشاكل النفسية والاجتماعية. الزميلة فلا بن كردو تحدثكم في الموضوع. عليكم سلام. أنا أعلمك أنا على مستوى الطفولة حادث بين السيارة والدراجة، ماذا بك مع الحماية المدنية؟ أعطيني الوضع يا إكزاكت. طرق طفولة. واصل دوك مقدم الحماية والموبيل. بهذه الطريقة يتم الإبلاغ عن حوادث المرور في مختلف الطرقات، هي لقطات أصبحنا نعيشها كل يوم، صور تدمي القلوب لضحايا الطرقات من مختلف الأعمار كبارا كانوا أو حتى صغار. فيما يخص يعني حوادث المرور هو موضوع يعني كبير وكبير جدا،
أكثر المسببات الرئيسية لحادث المرور هو عدم تطبيق قانون المرور وهو العنصر البشري، لأنه هو من يتحمل المسؤولية، هو من يتحكم في المركبة، هو من يراقب المركبة، وهو كذلك من يفعل يعني إجراءات السلامة المرورية على مستوى الطرقات السريعة. عندما نتكلم على الطرقات السريعة لأن أكثر يعني الأماكن عرضة أو الارتكاب لحوادث المرور، يعني حادث المرور حيكون على مستوى الطرق السريعة. جرائم أصبحت ترتكب اليوم في حق البشرية سببها حوادث المرور والحصيلة دائما في ارتفاع مستمر. هذا ما أثبتته الدراسة الأخيرة التي رصدتها المديرية العامة للأمن الوطني. عندما نتكلم كذلك على المواطن، هو كذلك من واجبه أن يبلغ، أنه يبلغ إذا شاف سياقة متهورة من بعض يعني مستعملي الطريق، إذا شاف مخالفات خطيرة، إذا شاف اعتداءات، لازم يبلغ المصالح الأمنية باش التدخل تاعها حيكون سريع وفعال، لأنه إحنا كمصالح أمنية باش نكونوا موجودين في الميدان يعني في جميع النقاط، وبالتالي إحنا رانا ننتقلوا من نقطة إلى نقطة، وبالتالي أي حاجة يعني تسرع يعني في نقطة معينة تكون خارج نطاق المراقبة الأمنية إلا ويكون المواطن محل التبليغ، يعني يقوم بالتبليغ، وإحنا كمصالح أمنية راح ننتقلوا إلى ذلك المكان والتدخل تاعنا حيكون سريع وفعال. هذا ما نثمنه من ناحية إشراك المواطن في المعادلة الأمنية. وبهذا صدت تبقى جهود المديرية العامة للأمن الوطني متواصلة بدعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة، كما تضع تحت التصرف جميع المواطنين الرقم الأخضر وخط النجدة لتلقي البلاغات على مدار الساعة. احنا كمصالح امنيه رانا موجودين في الميدان، نرافق مستعملي الطريق، نحاول نقدم له نصائح، نحاول نقدم له ارشادات، يعني اضافه الى المخططات الامنيه الخاصه يعني بتنظيم وتسيير الحركه المروريه. عندنا فرق مروريه خاصه تعمل على مستوى الطرق السريعه، عندنا فرقه الشاحن، فرقه الدراجات الناريه، فرقه امن الطرقات، فرقه الرادار، من مهامها تسيير وتنظيم الحركه المروريه. المهمه الرئيسيه هي مهمه تامينيه، تامين يعني مستعملي الطريق من خلال يعني عدم ارتكاب لحادث مروري الخطيره. يبقى الالتزام بقواعد السلامه المروريه من أهم العوامل التي تقلل من هذه الأخيرة، فوجب على كافة السائقين وحتى المارين التقيد بها. عندما تتصارع الأفكار لا بد من اللقاء، عندما تختلف وجهات النظر لا بد من اللقاء. أهلا بكم في اللقاء على الخامسة، قناة القرآن الكريم من الجزائر، حيث الانتصار لتاريخنا، لذاتنا، لهويتنا، لأصالتنا، حيث نحن في الماضي ونحن في الحاضر ولأجل أبنائنا في المستقبل. نلتقي، نفكر، نحاور ونجاور الحقيقة لأجلكم. ترقبونا في اللقاء السبت 9 مساء على الخامسة، قناة القرآن الكريم من الجزائر. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأفاضل، ومن أجل ضمان السلامة المرورية للحد من جرائم وإرهاب الطرقات سنحدثكم دائما عن العوامل المسببة في ارتفاع حصيلة حوادث المرور وكذلك في عدد الوفيات. إذا مشاهدينا الأفاضل ابقوا معنا، سنتحدث في الموضوع بعد قليل. سلام عليكم، عليكم سلام. يحضر معنا مشاهدينا الأفاضل محافظ الشرطة السيد صداقي محمد، أهلا وسهلا بك. شكرا على هذه الاستضافة الكريمة. بالفعل محبا. الموضوع له أهمية كبرى عندما نتحدث عن حوادث المرور، وله عدة أبعاد وعدة نطاقات لابد من الإشارة لها حتى ننور أكيد. كل المشاهدين حول المشاركة في هذه في أبعاد أو المقاربة الخاصة بالأمن الوطني للحد من حوادث المرور. نعم أستاذ الكريم، أكيد يعني تعددت العوامل والأسباب المسببة في الحوادث المرور، لكن يبقى السبب الرئيسي هو العامل البشري هكذا، وبالتالي أضحى أكثر من أي وقت مضى الاهتمام بتنمية الثقافة المرورية لدى المواطن الجزائري دائما للحد من هذه الجرائم. والله بالفعل عندما ندرس الإحصائيات أو المعطيات المسجلة من
في الميدان، حتى نشوفوا باللي نفتحوا قوس ونقولوا باللي انه مصالح المدير العام للامن الوطني خلال الثمانية اشهر الاولى من سنه 2023 على الرغم من تكون عمليه استقراء للحصيله الرقميه تكون مؤشراتها دائما كبيره، ولكن عندما نقارنوها بما تم تسجيله خلال نفس الفتره تاع ثمان شهور من السنه الماضيه نقول هناك انخفاض في مجمل مؤشرات الامن المروري على مستوى الطرقات، ولكن يبقى عندما تحدثت قلت بانه العامل البشري يبقى هو من المساهمين او في طليعه المسببات الرئيسيه لحوادث المرور، هو بالفعل لانه يبقى عندما نتحدث عن حادث مروري نتحدث عن ارتكاب مخالفه مروريه في حد ذاتها، لانه هناك سلوك هناك تصرف قام به ذلك السائق او قام به مستعمل الطريق الا وكان ادى بضروره حتميه الى حادث مروري لا يحمد عقباه. في بعض الحالات نقول بانه لو كان ذلك الحادث مادي هناك اصطدام بين مركبه ومركبه اخرى، ولكن في بعض الحالات الاخرى راح يكون هناك حادث جسماني، راح يكون هناك فقدان في الارواح، راح يكون هناك العديد من الجرحى. وما ننسوش باللي ايضا عندما نتحدث عن الحديث في بعض الحالات نقول باللي حادث واحد راح يكون فيه العدد الكبير من الجرحى والقتلى اذا كان هناك حافله او حتى المركبه التي تقوم بعمليه النقل الجماعي للمسافرين. ولكن عندما نتحدث عن الاهتمام المباشر بالنسبه للحوادث المروريه او تغيير السلوكيات على مستوى الطرقات نستهدف ذلك السائق من خلال تغيير سلوكياته، ولكن لتكون البدايه اليوم نقول باللي انه اسمى عبارات اللي نغرسوا بها تلك الرساله التوعويه او كيفيه احترام قانون المرور تكون لدى الطفل، لانه البدايه راح اليوم نشوفوا بانه هذا الطفل اللي راح يكون على سنوات راح يكون هو سائق، وبالتالي ننميو الثقافه لدى ذلك الطفل حتى نخرج باذن الله ونقول بلي هناك سائق اللي يحترم قانون المرور، سائق مساهم في السلام المروري على مستوى الطرقات. نعم كذلك أستاذ الكريم، ربما من العوامل كذلك المسببه في ارتفاع حوادث المرور العامل المناخي الأحوال الجوية، لكن كذلك السائق يمكنه التحكم في مركبته وكذلك يمكنه كذلك مراقبة سيارته والتعامل مع السياقة حسب هذه الظروف المناخية. والله نقول كلمة واحدة عندما نتحدث عن الأحوال الجوية غير المستقرة نقول باللي هناك كلمة واحدة تؤدي المعنى هي كلمة التكيف، لأنه نقول باللي أنه عندما تقود المركبة تاعك ما على السائق أو مستعمل الطريق إلا يتكيف مع الطبيعة المناخية الغير المستقرة في بعض الحالات، عندما نتحدث باللي أنه هناك تساقط الأمطار، نتحدث عن هناك باللي هناك ضباب، نقول باللي أنه هناك ساقيع، نقول باللي هناك أرضية زلجة، نقول باللي أنه السائق ما عليه أولا أنه يحترم قواعد قانون المرور من خلال تكييف تصرفاته او افعاله، اولا تكون البدايه عن طريق الرقابه بالنسبه للمركبه تاعو او كبح المركبه، الاجهزه اللي تمكنوا من الرؤيه، الاجهزه اللي تمكنوا يكون مرئي، ولكن اهم شيء انه يكيف السرعه تاعو، يكيف القياده، لانه عندما نتحدث عن القياده في حد ذاتها نقول القياده هي فن، القياده هي ثقافه، القياده هي احترام للنفس واحترام للغير اثناء على مستوى الطرقات، وبالتالي ما على السائق في مثل هذه الاحوال الجويه ونقول باللي المسؤوليه تقع عليه ولا نؤديها بطبيعه الحال الى الطبيعه المناخيه، لان الطبيعه المناخيه لو سواء كانت حراره او سواء كانت انخفاض في درجه الحراره او سواء كانت هناك تقلبات جويه كان هناك شتاء، ولكن يبقى التصرف للعامل البشري هو المؤدي حتما لتلك الحوادث المروريه سواء من خلال عدم احترام السرعه على مستوى الطرقات، التجاوزات المناورات الخطيره، او حتى ترك المسافه الامنيه التي هي تمكن من كيفيه تنميه رد الفعل على مستوى الطرقات، وبالتالي دائما ندعو السائقين من خلال هذا المنظر على ما هو مرتقب او ما هو مرتقب من خلال الفتره الشتويه من الفتره الخريفيه او حتى الى غير شهر مارس، نقول باللي ان هناك تقلبات في الاحوال الجويه، ما على السائقين دائما ندعوهم نقول لهم ساهموا في مجال السلامه المروريه من خلال تكييف التصرفات او من خلال تكييف التصرفات والاحترام التام لقانون المرور على مستوى الطرقات ان شاء الله لحمايه نفسه، لحمايه الابناء تاعو، لحمايه الاسره، او حتى لحمايه الاخرين او المستعملين الطريق الاخرين من مشاة او سائقين. مهم جدا. كذلك أستاذ الكريم حديثنا عن أهمية التكوين النوعي للسائقين وما كذلك أهمية رفع مستوى القدرات الشخصية بالنسبة للمرشحين لتعليم السياقة في المدارس وفي مراكز تعليم السياقة. والله بالفعل عندما نتحدث عن عامل التكوين نقول بلي أنه السائق في حد ذاته يزاول قبل الحصول على رخصة السياقة راح يزاول مجموعة من التكوينات، هناك تكوين نظري في أبجدية قانون المرور،
اللي راح يتلقاه على مستوى تلك المدرسه اللي راح بمرافقه مكونين في المجال، وايضا هناك عامل اخر ونقول بلي انه هناك المرافقه بالنسبه للمكون لذلك السائق على مستوى المركبه المهيئه في كيفيه التعامل مع كل الاحداث وكل الوسائل، وبالتالي نقول بلي انه بعد ما يزاول ذلك السائق لتلك الدروس النظريه وتلك الدروس التطبيقيه راح يتجاوز فحوصات لتمكنوا من الحصول على شهاده رخصه السياقه. هي شهاده رخصه سياقه اختباريه اللي راح تكون عنده تقريبا سنتين للسائق عندما يقود المركبه تاعو، راح يكون في حاله الاكتفاء الذاتي على مستوى الطرقات، وبالتالي هنا نقول ما على السائق انه الا وراح يطبق واش يتعلم داخل المراكز السياقه او داخل تلك المدرسه على مستوى الطرقات. اولا نقول باللي ندعوه يعني عندما نتحدث عن ما مارسه من تكوين او ما تلقاه من ابجديات في مجال التكوين انه يحترم قانون المرور هو الاولى، لانه عندما تحترم قانون المرور عندما تكيف التصرف تاعك عندما تكون عندك رده الفعل على مستوى الطرقات الا راح تتفادى حادث المرور. بالفعل نقول باللي عندما نتحدث عن الفئه المتورطه في حوادث المرور نقول هي فئه الشباب. والفئة الشباب هي حديثه العهد وحديثه التحصل على رخصه السياقه، ولكن يبقى انه الاحترام بالنسبه لهذا القانون او احترام قانون المرور بالطرقات هو اسمى عبارات تجنب حوادث المرور اللي لازم على ذلك السائق انه يقوم بها او يعطيها اهميه او تكون من اولوياته اثناء القياده ويتفادى تلك التصرفات الاندفاعيه. لماذا نقول تصرفات اندفاعيه؟ لانه ما ننساوش بلي انه الشاب في حد ذاته يحب اثبات ذاته او اثبات نفسه على مستوى الطرقات من خلال بعض التصرفات نقول بين قوسين هي تصرفات سلبيه مؤديه حتما الى مخاطر لا تحمد عقبها على مستوى الطرقات. نعم، كذلك أستاذ الكريم، حسب بعض الخبراء الذين يؤكدون أنه من جملة الأسباب المسببة في حوادث المرور التدخين، التدخين مضر للصحة ومضر كذلك على السياقة، حيث الجمع بين التدخين والسياقة أكيد هو أمر خطر حسب هؤلاء الخبراء. فالسائق عندما يدخن داخل مركبة داخل هذه المنطقة المغلقة حيث يطرح ثاني أكسيد الكربون ثم يستنشق ثاني أكسيد الكربون مرة أخرى، وبالتالي ربما هذا ما سيؤثر على عملية التنفس، سيؤثر كذلك على تركيز العقل، وكذلك ربما سيساهم في حوادث المرور، حيث أن عين يقال بأن عين المدخن تكون حمراء بسبب غياب أو عدم الحصول على المقدار الكافي من نسبة الأكسجين داخل السيارة. والله بالفعل كل الدراسات نقول من هذا المنبر أنه كل دراسة علمية يجب الأخذ بها لما لها من النتائج أو قد ما أثبتته من واقع ميداني، ولكن نقول بلي أنه الخبرة العلمية في حد ذاتها أو الاستعانة بالأطباء المختصين في كل المجالات أو شتى المجالات حتى أخذ أستاذ الكريم أخذ بعض الأدوية التي تسبب أو التي تساهم في شعور السائق بالنعاس وغير ذلك، يعني كل هذه الأمور تساهم ربما ولو بنسبة في ارتكاب حوادث المرور. بالفعل أن يكون جيل النقطة هذه نتحدث عليها نقول بلي أنه السائق على كي يقود المركبة دائما اولا عندما نشوف كاين هناك سائقين اللي عندهم امراض تقريبا مزمنه، هذا كان عنده ضغط الدم او السكر ومرض السكري او في بعض الحالات الاخرى راح يتناول بعض الادويه، تلك الادويه لها اثار جانبيه راح تاثر عليه اثناء السياق خصوصا خلال الفتره الصباحيه او حتى خلال الفتره المسائيه، لانه راح تشتت الذهن تاعو او تؤدي الى النعاس في بعض الحالات. صحيح. وبالتالي هنا دائما ندعو السائقين انهم تكون عندهم اخطار في هذا المجال او تكون عندهم نوع من التوعيه نوع من الثقافه في هذا المجال حتى يتفادوا تلك الحوادث المروريه التي لا تحمد عقباها على مستوى الطرقات. وبالتالي هنا دائما من هذا المنبر نقول بلي انه الخبره العلميه او الاستعانه بالاطباء او المختصين النفسانيين او الاخصائيين او الاطباء في شتى المجالات لانهم عندهم تجارب في هذا او التجارب واسهامات لابد من الاستعانه بها لتبين الحقيقه على مستوى تلك الحوادث التي تم احصائها. ولكن نقول بلي انه كل الحوادث التي تقع على مستوى الطرقات والله هي دائما هي بفعل العامل البشري او استهانه من ذلك السائق، وبالتالي كل شيء لازم نعطوا له الحيز الوافر تاعو، ما نتغاضوش على تلك التصرفات اللي هي في بعض الحالات مؤديه حتما او بالضروره قصوى الى حوادث مروريه. نقول ما نقولوش التجاوزات الخطيره، ما نقولوش المناورات الخطيره، ما نقولوش الاستعمال يدوي الهاتف النقال، ولكن كذلك في بعض الحالات نقول بلي انه حادث المرور هو غفوه عندما نشوف انه
القيادة لمسافة طويلة مثلا على سبيل المثال، نقول العديد من السائقين يكونوا يتنقلوا من مدينة أو من ولاية إلى أخرى راح يقطع مسافة طويلة، وبالتالي تلك المسافة الطويلة في حد ذاتها راح تؤدي إلى الإرهاق. العامل تاع الإرهاق هذاك في بعض الحالات راح يكون في غفوات على مستوى الطرقات، وبالتالي نقول باللي الغفوة أو السياقة في الفترة الليلية اللي تكون فيها جادية النعاس أو حتى تناول مثل هذه الأدوية إلا وراح تكون خطورة حتمية، أو حتى في بعض الحالات تكون من المساهمات أو المضاعفات في التورط في حادث مروري لا يحمد عقباه على مستوى الطريق العمومي. نعم، كذلك أستاذي الكريم، اليوم مع ارتفاع حصيلة حوادث المرور خصوصا في السنوات الأخيرة، يمكن أن نقول كذلك الازدحام المروري هو كذلك سبب من أسباب ارتفاع حصيلة حوادث المرور، وذلك ربما بسبب بعض الضغوطات النفسية التي يسببها الازدحام المروري. والله هي ظاهرة الازدحام المروري هي ظاهرة عالمية وليس ظاهرة بالنسبة صحيح. للجزائر وحدها، بل حتى المناطق نقولوا العمرانية ما نقولوش الحضرية اللي هي قطاع اختصاص الأمن الوطني تشهد كثافة على مستوى تلك المناطق، لأنه هناك حركية، هناك مناطق حساسة، هناك أماكن يقصدها كل المواطنين، الشوارع المشتملة لمحلات تجارية، فضاءات عمومية، وبالتالي راح تكون حركية دائمة، الناس تحوس لركن المركبة، الآخرون يتوجهوا إلى كل المقاصد تاعهم. في بعض الحالات نقول هناك قلق في العديد من الحالات، يكون هناك أرق وقلق للوصول صحيح. إلى ذلك المكان المحدد أو حتى الخروج التوجه إلى المنزل، ولكن يبقى أنه ضبط النفس عندما نتحدث عن كلمة هي أخرى عندما نقول هناك ازدحام مروري، لكن دائما نقول باللي لازم على ذلك السائق أنه يضبط التصرف تاعو، يضبط السلوكية تاعو، يضبط نفسه أثناء القيادة. بالفعل راني خرج من مكان إلى مكان آخر، يعني ما مشي غير خرج من الازدحام المروري راح نقوم راح الحاجة الأولى اللي راح نديرها كمان رد فعل هي القيام بسرعة حتى نوصل للمكان المحدد. ولكن يا ترى هل ترى السؤال الذي يبقى مطروح، إذا قمت بذلك التصرف من القيام بالسرعة المفرطة على مستوى الطرقات، هل ترى أنه لو يخرج عائق في الطريق راح يشكل خطر محدق بالنسبة لذلك السائق، وراح يكون هو في حد ذاته عرضة لذلك الحادث المروري الأليم؟ وما ننسوش باللي اذا كان السائق في حد ذاته راه وحده في السياره، ولكن في بعض الحالات الاخرى نقول باللي السائق راه يرافقوه العديد من الاشخاص اذا كان الزملاء تاعو الاصدقاء تاعو، وفي بعض الحالات الاخرى، وبالتالي فظاعه او جسامه او الماساه اللي راح يقدمها ذلك السائق على مستوى الطرق راح تكون كبيره. وحتى نشوف الحادث في حد ذاته اذا كان السائق فقد احد من الاهل تاعو او احد من الاصدقاء تاعو، اعاده تاهيله او اعاده ارجاعه الى المجتمع راح تكون صعبه جدا. وبالتالي نقول دائما ضبط النفس هو الوسيله الحتميه لتفادي مثل هذه الحوادث. نعم. طيب كذلك استاذي الكريم، اليوم امام ازدحام المروري وان وقع كذلك حادث تتاخر سياره الاسعاف او الحمايه المدنيه من الوصول الى مكان الحادث بسبب هذا الازدحام، وبالتالي هل اضحى من الضروري كذلك تعليم في المدارس والمراكز المخصصه لتعليم السياقه كذلك فرع الاسعافات الاوليه دائما حتى يتجنب ربما المواطن عندما يساهم في انقاذ الضحيه يتجنب ربما تعرض هذا الضحية لعاهة دائمة لا قدر الله؟ هي بالفعل نقول باللي في بعض الحالات عندما يقع الحادث المروري هناك ما نقول بمصطلح الفضوليين على مستوى الطرقات، وبالتالي راح تكون هناك عرقلة في حركة المرور حتى تصل سيارة الإسعاف، ولكن مصالح الأمن الوطني كما تقوم به من مجهودات هي أولا المحافظة على مسرح الحديث في حد ذاته، وأيضا هي تقديم العون المساعدة والإغاثة لذلك المتعرض لحادث المروري، وفي مرحلة أخرى هي ترك وفسح المجال لسيارة الإسعاف للتوجه إلى مكان الحادث وإسعاف المصابين. حتى في بعض الحالات الأخرى تكون الحالة طارئة جدا، وبالتالي هنا راح نفتحوا مجال بالنسبة ل أو أروقة على مستوى الطرقات اللي لازم سيارة الإسعاف توصل بطريقة حتمية. ولكن ما ننسوش باللي أنه المواطنين في حد ذاتهم من خلال هذا المنبر دائما ندعوهم لتغيير سلوكياتهم من خلال احترام تلك السيارات اللي راهي اللي تقوم بمهمه اسعاف المواطنين، وفتح الطرقات او فتح جزء من الطرقات. ما تكونش عندك الانانيه، لانه عندما نتحدث عن كلمه او مصطلح نقول انانيه
على مستوى الطرقات حتى توصل، على الرغم من أن حياة آخرين راهي في خطر محدق، وبالتالي ما علينا إلا أن نكون مساهمين في عجلة السلامة المرورية من خلال تكييف تصرفاتنا أو حتى إنسانتها، لأن العمل الإنساني في حد ذاته يدخل في هذا في مصب الموضوع. الإنسان اللي يفسح الطريق لسيارة الإسعاف حتى توصل وتتدخل وتنقذ ذلك الشخص، والله هي أسمى عبارات الإنسانية لدى ذلك الشخص. وبالتالي دائما نقول باللي أنه المواطن أو المستعمل الطريق ما عليه إلا تكييف تصرفاته، ما عليه إلا المساهمة، أو ما عليه إلا جعل من تصرفاته قدوة حسنة لابنه، لكل مستعملي الطريق. شكرا جزيلا لك أستاذي الكريم محافظ شرطة صداقي محمد على كل هذه المعطيات المهمة. ونحن في قناة القرآن الكريم دائما نشجع السائقين على الاستماع إلى تلاوات قرآنية داخل السيارة، فذلك أكيد يساهم في تحسين نفسه وفي تهذيب النفس كذلك وتهدئتها وتجنب الانفعال مع سائقي المركبات الأخرى هكذا. والله بالفعل كل شيء في كل شيء نقول بلي كلنا مساهمون في عجلة السلامة المرورية، وإن شاء الله سوف نصل إلى ما هو أسمى من ذلك. شكرا جزيلا لك مرة أخرى ويومك سعيد. مشاهدينا الأفاضل، يبقى أكيد العمل الخيري والعمل التطوعي هو سلوك حضاري وسلوك كذلك أخلاقي يساهم في تعزيز القيم الإنسانية. الزميلة أحلام قطاف تحدثكم عن جمعية سواعد الخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في رحاب أمة الخير. مشاهدينا، كما ألفتم متابعة النشاط الخيري الميداني الذي تقوم به المؤسسات الخيرية من مختلف ولايات الوطن، ارتأينا اليوم الاطلاع على طبيعة العمل والتحضير الداخلي للمؤسسات التطوعية، بمعنى آخر معرفة كيف يتم التنسيق أو التخطيط بين أعضاء المؤسسة الخيرية قبيل أي نشاط أو مبادرة معينة. هذا ما سنكتشفه في المؤسسة الخيرية الوطنية سواعد الإحسان. معنا السيد رابح حميدي رئيس الجمعية الوطنية الخيرية سواعد الإحسان، حدثنا أكثر عن جمعيتكم. نحن موجودين الآن في حوالي 51 ولاية على مستوى الوطني، آخر ولاية في عين قزام. نعم. عندها مدة شهر اللي تأسست. احنا نتعاملوا مثلا، احنا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث الدال على الخير كفاعله، احنا وساطة ما بين المحسنين وبين المحتاجين. نعم. ونعملوا مثلا على مستوى الوطني كل ولاية على حدة، كاين ولايات حوالي 25 ولايه، هذه نعتبروها ناشطه ودائما متجاوبه مع الوطن. ال 25 ولا 26 الباقيه متذبذبه، بين مرات تكون عندها نشاطات مرات ما يكونش. انتم في صدد التحضير لمبادره تطوعيه، حدثنا اكثر عن تفاصيل هذه المبادره. بالنسبه للمبادره التطوعيه بالنسبه لغزه وفلسطين ككل، احنا كنا بعد ما سمعنا بالطوفان الاقصى كنا درنا اجتماع طارئ المكتب الوطني في القاعه هنايا، وخرجنا بقرارات بعثنا لكل ولايات هذو اللي موجودين فيها باش يبداو يجمعوا مثلا الامور العينيه، وقلنا لهم مثلا يديروا مثلا يسجلوا المحسن ويسجلوا واش عنده ويخلوه عنده حتى يجي قرار من عند الدوله وتجينا الرخصه باش نقدموا المساعده. وثانيك عندنا الرقم الحساب البنكي الوطني، قلنا الولايات كامل رقم واحد على مستوى الوطني اللي كاش محسنين يجيبوا امور ماديه يديروها في والان الامور راها ماشيه. وزدنا البارح كي شفنا مثلا رئيس الجمهوريه فتح وكذا، عاودنا بعثنا لهم وقلنا لهم الان تقدروا تشوفوا المخازن وتبداوا تتجمعوا باش نشوفوا الطريقة اللي إما نديروا تنسيق مع الهلال الأحمر ولا نشوفوا مع السلطة كيفاش يعطونا الرخصة باش إن شاء الله لتوصيل المساعدات. نعم. كيف هي طبيعة العمل والتحضير الداخلي في مؤسستكم من خلال التخطيط والتنسيق بين أعضاء الجمعية؟ بالنسبة للمكتب الوطني، احنا عندنا في النظام الداخلي على الأقل في كل 21 يوم نديروا لقاء مكتب وطني رسمي. نعم. في امور كاين بعض الاحيان نديروا لقاءات طارئه تكون 15 يوم في اسبوع، والان مادام كاين طالقه قضيه غزه وكذا تقريبا اللقاء راه مفتوح تاع المكتب الوطني. لا. ما عندوش
عندنا مثلا جمعيه تاع الايدي الرحيمه بغزه، العام اللي فات جابوا الرخصه هما من وزاره الداخليه وعطوها لنا باش يديروا التنسيق مع جمعيتنا سواعد الاحسان بالجزائر، وحطيناها راها الان في وزاره الخارجيه. جات الفرصه الان رانا نخدموا بها ونخدموا معها. الان المواطنين احنا عندنا الحساب الجاري تاع البنك هو موجود، وعندنا المقر هنا في موجود في الكاليتوس، وعلى حساب حتى مثلا هذه الامور اللي انا الاخر نشوفوا المواطنين والمحسنين يتعاملوا بالثقه. بعد اطلاق جمعيه سواعد الاحسان الوطنيه مبادره النصره لاهلنا في غزه، نتوجه بالشكر والتقدير والامتنان لاهل البر والاحسان اصحاب القلوب الرحيمه والايادي السخيه ممن كان لهم فضل والاسبقيه في ايصال اعاناتهم للولايات وللمقر الوطني بالكاليتوس. ونذكر على سبيل المثال المواطن البسيط من ولاية البليدة الذي قدم إلينا وقدم لنا مبلغ مالي قدره 4 ملايين سنتيم كأجرة، قدم تضحية واعتبارا لتضحيات أهلنا في غزة. عندنا واجب كبير نحو القضية الفلسطينية ونحو أخواننا في غزة، لأنه بالأمس القريب في حرائق خنشلة، هذه وجب التذكير بها، في حرائق خنشلة إخواننا الفلسطينيين المقيمين في الجزائر رغم معاناة أهلهم أبوا إلا أن يساعدوا إخوانهم ويشاركوا في قافلة الأخوة الجزائرية الفلسطينية، وجهزوا لنا قافلة شاحنتين محملتين بمختلف المواد توجهنا بها إلى إخواننا في خنشلة. ماشيا مع سياسة الدولة الجزائرية اللي راهي الحمد لله يعني واقفة مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، كلمة هذه دائما نرددها، وفي الأخير نعود ونذكروا ما إخواننا محتاجين. يا إخوانا كاين أطفال يتيموا، كاين نساء رميلت، كاين أطفال جوعى، كاين مرضى، كاين بمعنى الأمر ما هوش بسيط حتى الجزائريين يعني يتقعسوا ولا يتخاذلوا عن نصرة إخوانهم، ولنا كامل الأمل في هذا الشعب وربي يتقبل من الجميع. أتوجه بهذا النداء إلى سكان بلدية الكاليتوس في بكل أحيائها من أجل المبادرة إلى تقديم المساعدات مهما كانت، مساعدات مادية، عينية، مالية. وتؤكد الجزائر مجددا على دعم القضية الفلسطينية، ويؤكد كذلك الشعب الجزائري عن تضامنه وعن دعمه الكامل والصادق المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني، حيث تجندت العديد من الجمعيات الخيرية الجزائرية لإغاثة وإعانة إخواننا في غزة وفي فلسطين. يحضر معنا مشاهدينا الأفاضل ممثل إحدى الجمعيات الجزائرية المساهمة كذلك في تنظيم قافلة وحملة تضامنية لنصرة القضية والشعب الفلسطيني. يحضر معنا ممثل عن جمعية سواعد الخير، وهو سواعد الإحسان الوطنية، أقول الأستاذ عمار بو بكري نائب رئيس جمعية سواعد الإحسان الوطنية. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. مرحبا. أهلا وسهلا بك. قبل أن نتحدث عن الحملة وعن القافلة التي تنظمونها دائما لنصرة الشعب الفلسطيني، نتحدث بداية عن جمعية سواعد الإحسان الوطنية، عن الأهداف التي أسستم لأجلها الجمعية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية أشكر لكم هذه الاستضافة الطيبة، كما أثمن عاليا حرصكم على رفع منسوب الوعي الثقافي والشرعي والديني، وخصوصا قضيتنا المركزية في فلسطين. والشكر موصول لجميع العاملين في هذه القناة الطيبة المباركة. شكرا لك. جمعية سواعد الإحسان الوطنية هي جمعية خيرية اجتماعية وطنية اعتمدت تحت رقم 41 يوم 16
أو 18 سبتمبر 2016 من وزارة الداخلية تعمل في ربوع الوطن، ووصلت مكاتبها الولائية لحد الساعة إلى 51 مكتب ولائي، ولدينا مئات المكاتب البلدية المنتشرة في هذه الولايات. من أهداف هذه الجمعية، هناك عندنا حسب ما يحدده القانون الأساسي للجمعية 9 أهداف تحاول الجمعية التركيز عليها. أول أهداف هذه في هذه الجمعية هي المساهمة في نشر ثقافة العمل التطوعي والخيري والتكافل الاجتماعي، التعاون مع المنظمات المماثلة، تبادل التجارب والخبرات وفق ما ينص عليه القانون. ثالثا، تقديم الخدمات الاجتماعية وفق المتاح وحسب الإمكانيات والتبرعات التي تتحصل عليها الجمعية. أيضا دعم وتأهيل، تأهيل ودعم المقبلين على الزواج، مساندة ومساعدة أصحاب الأمراض المزمنة. سابعا، المساهمة في إحياء المناسبات الوطنية والدينية. ثامنا، محاولة المساهمة في كفالة الأيتام ورعايتهم معيشيا وصحيا وتعليميا. تاسعا، وهو أهم هدف والذي نحن بصدده حاليا، وهو المساهمة في عمليات الإغاثة الطارئة والعاجلة، وهو ما نحن بصدده حاليا. هذه 9 أهداف التي تركز عليها جمعية سواعد الإحسان. جزاكم الله خيرا على كل هذه المجهودات الدعوية والتربوية والتعليمية، وكذلك في دعم القضية الفلسطينية وفي دعم الشعب الفلسطيني. العديد كذلك من الجمعيات الجزائرية، على غرار هذه الجمعية جمعيتكم سواعد الإحسان الوطنية التي تجندت لتقديم أو لتنظيم حملات إغاثية وتعاونية تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وخصصت كذلك حسابا لتلقي الإعانات المادية التي سيجري صرفها في وقت لاحق لشراء الأغطية، لشراء المستلزمات الصحية والطبية وغير ذلك. نتحدث عن هذه القافلة وعن المشروع الإغاثي الفلسطيني الجزائري. من 3 أسابيع وأول ما بدأت المجازر الكيان الصهيوني على إخواننا وأهلنا في غزة، قامت جمعية سواعد الإحسان بإعلان حملة وطنية لدعم ومساندة والوقوف مع إخواننا في فلسطين بصفة عامة، وتحديدا في غزة العزة. حاليا جميع مكاتبنا في 51 ولاية مجندة وصاهرة على دعوة أهالينا في الجزائر من المحسنين ومن التجار ورجال الأعمال والشركات والمؤسسات الاقتصادية لجمع ما يمكن جمعه عن طريق أموال عينية، عن طريق حسابنا البنكي في البنك الوطني الجزائري، أو عن طريق المواد العينية من مواد غذائية، من مواد طبية تحديدا، من أغطية، من ملابس جديدة، من خيام إن تمكننا من ذلك. فمكاتبنا في 51 ولاية وفي مئات المكاتب البلدية مجندة وصاهرة على هذه الحملة، حتى أنها تقريبا توقفت جميع مشاريعنا وأنشطتنا في التراب الوطني للتركيز على هذه الحملة ومحاولة إنجاحها، حتى نظهر بالمظهر الذي يليق مع ما يستحقه إخواننا في غزة من دعم، وخصوصا أن الموقف الجزائري موقف مشرف، موقف راسخ، موقف شامخ، موقف يشرف كل جزائري، بداية من تصريحات فخامة رئيس الجمهورية وقراراته، توحيد الصف الفلسطيني هنا في أرض الجزائر، تسيير جسر جوي إلى غزة هذه الأيام،
كذلك المسيرة والهبة الجزائرية التي كانت يوم الخميس الفارط، حيث خرجت جميع ولايات الجزائرية عن بكرة أبيها للدعم والوقوف مع غزة، حتى لا نشعرها بأنها وحيدة وأنها فريسة للاستعمار وللكيان الصهيوني الغاصب. نعم، والجزائر أكيد والجزائريين منذ الأزل أكيد نقف وندعم أكيد القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. تبقى القضية الفلسطينية هي القضية المركزية وهي قضية الأمة الإسلامية. أستاذي الكريم، كذلك في الثاني من شهر أكتوبر اجتمعت العديد من الهيئات الإغاثية الجزائرية وأيضا الجمعيات الخيرية وعدد من الإعلاميين وكذلك النشطاء المستقلين دائما من أجل إنشاء هيئة، نعم، مؤسسة الجزائر لإعمار فلسطين، دائما من أجل تنظيم العمل الإغاثي الموجه لفلسطين ومن أجل كذلك توحيد الجهود الجزائرية الإغاثية. نتحدث كذلك عن أهمية دائما تنسيق العمل الجمعوي الوطني الجزائري في هذا في هذه يعني في من خلال تنظيم هذه الحملة الوطنية الإغاثية الجزائرية الموجهة لفلسطين. نعم، نحن كل ما يدعو إلى تمتين الصف الداخلي وتنسيق الجهود فيما يصب خدمة إخواننا في فلسطين وغزة نحن ندعمه ونحن وأهميته كذلك وأهميته أكيد حتى لا تتبعثر الجهود وحتى لا نضيع أوقاتنا. ربما جمعية تهتم بهذا الجانب وتأتي جمعية أخرى إن لم يكن هناك تنسيق ستكون هناك ازدواجية ومضيعة للوقت إن صح التعبير، مضيعة للجهد، مضيعة للمال، فلا بد من التنسيق. ونحن متواجدين مع إخواننا في الجمعيات التي تساند والتي تخدم القضية الفلسطينية وقضية غزة مؤخرا تحديدا. نعم، كذلك أستاذي الكريم، بعد الاستهداف الغاشم والعنيف من قبل الاحتلال والعدو والكيان الصهيوني الذي أكيد هذا وما ارتكبه كذلك من جرائم، هذه الجرائم التي لم تستثني لا المؤسسات التعليمية ولا المساجد ولا المستشفيات ولا الأحياء السكنية، كذلك أهمية أستاذي الكريم تنمية الوعي التطوعي كذلك لدى المواطن الجزائري. ومن منبر قناة القرآن الكريم ندعو المواطنين الجزائريين، ندعو كذلك مدراء ورجال الأعمال وكذلك ممثلي المؤسسات والشركات الاقتصادية والتجارية كذلك إلى دعم الشعب الفلسطيني في هذه المحنة، وكذلك إلى أو ندعوهم أيضا إلى الالتفاف حول الجمعيات الخيرية الجزائرية التي نظمت حملات إغاثية لفلسطين. نعم، نحن وانا ذكرت من بين اول اهدافنا في جمعية سواعد الإحسان الخيرية هو المساهمة في نشر ثقافة العمل التطوعي والعمل الخيري والتكافل الاجتماعي. فبالتالي هذه فرصتنا اخواننا في غزة، اهلنا في غزة يذبحون عن بكرة ابيهم، القصف الجهنم، القصف لا يتوقف ليل نهار. اسمحي لي ان ربما عرضت احصائية وبعض النسب التي يعني جراء هذا التقتيل وجراء هذا القصف الذي ينتهي عندنا الآن ما يزيد عن 5000 قتيل، ثلثيهم من الأطفال والنساء، عندنا ما يزيد عن 20,000 جريح، حوالي دمرت 23 مسجد، دمرت كذلك 23 مدرسة، دمرت 17 سيارة إسعاف، 3 كنائس دمرت كذلك، 7 مستشفيات أعلنت انهيارها الكامل وتوقفها عن إسعاف الجرحى والمصابين. فهذه كلها تدعونا إلى أن نقف وقفة رجل واحد مع الشعب الجزائري، مع رجال الأعمال، مع التجار، مع الشركات، مع المؤسسات الاقتصادية ليقفوا مع إخوانهم. لابد أن تكون لدينا وقفة حاسمة، وقفة فعالة تجاه، إن لم نبادر الآن فمتى نبادر؟ صحيح. إن لم تبادر هذه الشركات ومن حباهم الله وفضلهم بالكثير من الخير، إن لم يقفوا مع إخوانهم في هذه الفترة
فمتى يقفون. إخواننا في غزة صراحة هم الآن يصنعون مجدهم، هم يصنعون مستقبلهم. غزة تصنع حريتها، صحيح. غزة الآن تصنع مجد الأمة، هي تدافع أستاذ الكريم، تدافع عن الإسلام وتدافع كذلك عن الأمة الإسلامية بمواجهتها وبمقاومتها بمفردها للكيان الصهيوني. نعم، رغم الموضوع صعب وليس سهل، رغم الألم، نعم، فهناك أمل، صحيح. غزة الآن بصمودها التاريخي وبطولاتها أنا أعتقد أنها أكيد قدمت درس للأمة. وأستاذ الكريم، نحن عندما نعود إلى تاريخنا الجزائري، نعم، أكيد بقوافل الشهداء وبالتضحيات الجسام حققنا كذلك وحقق أجدادنا الاستقلال، وهكذا كذلك بحول الله ستتحرر فلسطين بعد هذه التضحيات. علاقتنا في فلسطين ليست وليدة اليوم، علاقتنا، نعم، مع فلسطين ضاربة في جذور التاريخ من أيام أبي مدين الغوث، نعم، التلمساني الذي لبى دعوة صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه رحمة الله تعالى عليه، وبقي هناك وأسس وقف الجزائريين لحارة المغاربة التي تسمى حارة الشرف، والتي حرسها الجزائريون وحرسوا الأقصى لمدة 7 قرون. علاقتنا ضاربة كذلك في نحن لما استقلت الجزائر زعماءنا قالوا لن يستقر لنا حال ولن نعتبر أنفسنا مستقلين ما لم تستقل فلسطين. شعارنا الخالد هو الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، رغم أن فلسطين دائما مظلومة وحاشا أن تكون ظالمة. الجزائر بمواقفها الحالية الآن، الجسر الجوي، وبقراراتها، وصراحة نثمن عاليا كلمة الجريئة والكلمة الشجاعة التي ألقاها وزير الخارجية الجزائري بالأمس في مجلس الأمن، وبالعكس اليوم عند صبيحة عند كلمة ممثل الكيان الصهيوني خرج هو والوفد المرافق له، وتابعه بعض الدول العربية كذلك تباعا لما قام به وزير خارجيتنا. أيضا نثمن ونشكر الوقفة التي وقفها برلمانيون بالأمس في البرلمان الدولي، حيث قاطعوا كلمة رئيس البرلمان الدولي لتحيزه المفضوح للكيان الصهيوني. نعم، مهم. فعلاقتنا بفلسطين أكيد علاقة أخوة، علاقة عقيدة، أبدية، هكذا علاقة أبدية. نعم، والجزائريون دائما أنا أعتقد أن الفلسطيني إذا سألته من هم أقرب الناس إليكم يقول لك هما الجزائريون، يفهموننا، يفهمون مشاعرنا، أحاسيسنا، يعني يقدرون، يقدسون وضعنا، وبالتالي فهم دائما واقفون معنا. وحبنا أكيد، نعم، للشعب الفلسطيني، ودعمنا للقضية الفلسطينية هو دعم وحب فطري وعفوي، هكذا أستاذ الكريم. كذلك عندما نتحدث بعد إطلاق الحملة الإغاثية، نعم، لدعم فلسطين الحبيبة، نتحدث عن إقبال الشعب الجزائري، نعم، ماديا لإغاثتهم. وأنا قادم إليكم، أخبرت من طرف 3 مكاتب ولائية عن الدعم الذي تلقوه. بداية ربما من ورقلة حوالي 33 طن من التمور، أحد المصانع تبرع بوضعها في أكياس مفرغة الهواء ويضبطها في كراتين ويرسلها عن طريق الهلال الأحمر الجزائري إلى العريش. أيضا مكتبنا في وهران شاحنة سوميرومورك إن صح التعبير مليئة بالسكر، ستأتي بإذن الله تعالى إلى الهلال الأحمر الجزائري. عندنا ولاية المغير، مكتب المغير، تبرع أحد المصانع بشاحنة كذلك، سومو رومورك إن صح التعبير، بشاحنة كاملة من الطحين اللي هو الفارينة إن صح التعبير. فمكاتبنا كذلك، حسابنا مفتوح في بنك الوطني الجزائري، ويوميا نتابع الحساب ونشاهد ونلاحظ من خلال المداخيل التي تدخل أن فيه تبرعات بفضل الله تعالى، نعم، ولا زلنا ننتظر المزيد، حيث إخواننا بأمس الحاجة إلى كل ما يخرجهم من الضيق الذي هم فيه حاليا، سواء أموال، مواد غذائية، مواد طبية، خيام، ملابس، بطانيات،
حتى معدات وتجهيزات وحتى أستاذ الكريم طبعا. الجمعيات الإغاثية والجمعيات الخيرية الجزائرية تملك خبرة لا بأس بها في العمل الإغاثي الموجه لفلسطين، وذلك من خلال العقدين الماضيين، يعني ساهمت أو قامت بعشرات أو بتنظيم عشرات القوافل والحملات التضامنية مع الشعب الفلسطيني في مختلف المناسبات. نعم، نحن الآن نلاحظ أن بعض الجمعيات الجزائرية المقيمة هنا في الجزائر تشتغل وتعمل وتساند قضيتنا المركزية، صراحة نرفع لها القبعة ونحييها على هذا الهم وعلى هذا. وجمعيتنا سواعد الإحسان ساهمت في الكثير من المشاريع هناك، ولنا اتفاقية تعاون مع جمعية في غزة، جمعية الأيدي الرحيمة، نحاول أن نشتغل معها، نحاول أن نكفل الأسر المحتاجة، الأرامل، الأيتام، عملنا مستشفى، حفرنا الكثير من الآبار، وزعنا الكثير من المياه، فالعملية مستمرة من فترة الحق مع إخواننا هناك، وبالعكس هذه الفترة تستوجب علينا أن نشمر أكثر على أيدينا ونقف مع إخواننا حتى لا يشعروا أنهم لوحدهم. نعم. وأن كل إخوانهم الجزائريين معهم. نعم. شكرا جزيلا لك أستاذي الكريم، أكيد نائب رئيس جمعية سواعد الإحسان الوطنية. شكرا سيدي الكريم الأستاذ عمار أبو بكري نائب رئيس جمعية سواعد الإحسان الوطنية، شكرا جزيلا لك ويومك سعيد. شكرا لك وشكرا ووفقكم الله في هذا العمل النبيل. شكرا. الله يبارك فيك. ونسأل الله سبحانه وتعالى مشاهدينا الأفاضل أن يرزق إخواننا في فلسطين الحبيبة الصبر والصمود والقوة والثبات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه القضية القضية الفلسطينية، أكيد نسأله أن يوحد الأمة في الدعاء وفي التضامن مع الشعب الفلسطيني. سلام عليكم. سلام.